السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان. طبعا النهاردة احنا معانا سكين فويجر من شركة كولد ستيل الامريكية. طبعا المقبض بتاعها من البولي بلوبرين، والمعدن بتاعها الاي او اس 8، ده معدن ياباني طبعا بنظام الباك لوك، تفتح عن طريق الثامب ستيد اللي فيها ده، وهي بنظام الدروب بوينت. لكن السكينة اللي معانا النهاردة يعني الحد بتاعها مش مظبوط شويه، زي ما انتم شايفين كده واخده ضربه كده في الحد بتاعها ومش متظبطه، حتى السلاح بتاعها زي ما انتم شايفين كده في ركفه شويه. فاحنا هنبدا احنا نفك السكينه. طبعا اول حاجه طلع المسامير بتاعتها، فك النصل زي ما انتم شايفين كده، دي اول حاجة احنا فكناها. طبعا لو انت بتفك سكينة زي كده اخر حاجة تبدأ تفكها هي النصل، ليه؟ عشان ما تتلخبطش وتخرب الدنيا. يعني انا لاني فاكك السكينة ديت قبل كده، طبعا انا عندي اختها فاعرف اني انا اتعامل معها. نبدأ دلوقتي نفك الجسم بتاعها زي ما انتم شايفين كده، فك السكينة بالكامل عشان نعمل لها صيانة قوية. كده فكينا كل المسامير بتاعت السكينة، نبدأ نفتحها كده واحدة واحدة، قول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين السكينة ديت أول مرة تتفتح، لأن زي ما انتم شايفين ده كده أهو، ده زيت المصنع بتاع السكينة. نبدأ نطلع واحدة واحدة كده السكينة، نفكها. أدي الجنب التاني، طبعا الورد النحاس ديت تتحط، ده نظام الباك لوك بتاعه. نبدأ ان احنا نفكه لينا كده، نشوف بنسة صغيرة، فك كده السكينة اهو، حتى قطعة الحديد دي تتحط اهو، ده النظام بتاعها ديت الخوابير اللي فيها. طبعا انا رجعت بالتصوير بس عشان عايز اوريكم ان السكينة نظامها معقد من الداخل. شايف الاربع خوابير اللي ثابتين دول، وكل واحد ليه شكل وليه طول وليه تصميم. انا مش هدعي عليك المثالية وهقولك ان انا حافظ مكان كل مسمار، لا، دي بالشكل ده زي ما انت شايف كده وتتصور صورة. ليه بقى؟ عشان بعد ما تعمل كده تبدأ تخلع دول كده من مكانهم اهو اهو، لو جيت تركبهم تاني تبقى عارف مكان كل واحد فين، لان هما اشكالهم مختلفة اهو. زي ما انت شايف كده الاربع خوابير دول الشكل بتاعهم مختلف. طبعا ننزلهم كده وهنطلع القطعة المعدنية ديت اهي من الداخل. فالمقبض زي ما انت شايفين كده اهو، قطعتين من الالومنيوم، وده نظام الباك لوك، قطعه من الفولاذ وقطعه من البولي بلوبرين اهي، برضو فيها زي ما انتم شايفين كده ايه الورد البلاستيك ديت او الخوابير البلاستيك ديت اهي، ثلاثه بيطلعوا منها بالشكل ده. سكينه معقده جدا من الداخل. لكن اول حاجه هنبدا ان احنا نعملها طبعا المسامير، زي ما انتم عارفين مسامير، والورد ده رشة دبليو 40، ديهم رشة حلوة كده ونسيبهم في الدبليو 40 مع نفسهم، يبقى ديت أول حاجة خلصنا منها. تمام، نيجي بقى للمقبض بتاعها، نبدأ إن احنا نلمعه كده من كل الزيت اللي فيه ده اهو، اديله بس تلميعة حلوة كده، ده برضك تلميعة حلوة
تمام. وايه نجيب لنا علبة فاضية كده، نشيل البلاستيكات اللي فيها، نبدأ ان احنا نجيب. في عندنا كريم متخصص للبلاستيك او لتلميع البلاستيك، نبدأ ان احنا كده نعمل بيه السكينة اهو. ننزل بردك من بره من هنا، نبدأ ان احنا نلف بيه مقبض السكينة كده كامل. عندنا طبعا الفرشة بتاعتنا، نديله بالفرشة كده عشان نلمع الجسم بتاع السكينة بالكامل اهو زي ما انتم شايفين. خد تلميعة حلوة. نبدأ نجيب النص التاني بردك، ياخد نفس الدعكة زي ما انتم شايفين كده اهو، نديله بردك تلميعة حلوة اهو، شيء يعني بسيط لكن لابد منه عشان نوصل لنتيجة محترمة. نبدأ بردك نحطه هنا، نيجي على القطعة بتاعت الباك لوك دي اهو، نبدأ ان احنا بردك كامل نديها. ونخليها على جنب. بالنسبة للقطع البلاستيك دول زي ما هما كده اهو، هنخليهم مع دول برضو على جنب. نيجي للقطع المعدنية اللي من الألومنيوم، نبدأ برضو نشوف لهم علبة كده، حط فيهم رش دبليو 40، خش على التانية رش دبليو 40 وقلبها ولفها وبرضك نسيبها. يبقى احنا كده معانا الاجزاء البلاستيكيه وديت الاجزاء المعدنيه ايه تمام، وعندك ديت المسامير اللي كانت ماسكه المصل برضك اديناهم تلميع. خليهم مع نفسهم شويه، نبدا احنا نشتغل على النصل ده، نلمع فيه عشان نحاول ان احنا نشيل شويه من المخوش اللي عليه. طبعا احنا عندنا انواع كتير من الصنفرة، لينا نشتغل عليه على الاقل بخمس تلاف، نشتغل عليه بفرخ صنفرة خمس تلاف. نفتح كده طلع ديت صنفرة يا جماعة خمس تلاف. ده النصل معانا اهو، جيب كومباوند ولمع للمعادن، نحط عليه، حط شوية بردك على الصنفرة، ليه؟ لأن احنا عايزين نديله وش تلميع. نبدأ كده لف الكومباوند على السلاح كامل، ناخد من الصنفرة نحط عليه، نبدأ نقول بسم الله، نبدأ إن احنا نشتغل على السلاح نصنفره بصنفرة 5000، وال5000 ديت يا جماعة يعني صنفرة ناعمة جدا، مش هتخلي أي خدوش في السلاح، يعني مش صنفرة عادية بتصنفر بورقة صنفرة فلما هتمشي هتطلع لك خدوش، لا بالعكس الصنفرة ديت ولا أي خدوش هتسيبها لك على النصل بتاعك وأنت شغال عليه. طبعا نفضل نفرك فيها شوية كده عشان يعني تتظبط بردك شوية، بعدين هنرجع نغسل كل المجموعة ديت ونجمع السكينة ونديها تلميعة محترمة. We'll be right back.
زي ما شفتوا كده اهو، كل حاجة خاصة بالسكينة قدامنا. تمام، نبدأ ان احنا نرصصهم ترصيصة حلوة. اهو زي ما انتم شايفين، ادي المقابض المعدنية، وادي المقابض البلاستيكية، وادي عندك الظهر اهو، ديت الورد بتاعة السلاح، وادي المسامير، وادي الاربع خوابير اللي كانوا راكبين، وده مفتاح السلاح. طيب هنبدا ازاي؟ نبدا نقول بسم الله. خلينا نبدا كده زي ما انتوا ما شايفين، خلينا نشوف ده كده، يبدا نركبه، اديله بردك مسحه جميله، نركبه هنا كده بالشكل ده، وده نركبه هنا بالشكل ده زي ما انتوا ما شايفين كده. نبدا نقول بسم الله، نيجي هنا نحط ده كده، ونبدا ان احنا نرصص عليه. طيب خلينا نركب الاول الخوابير دي، احنا شايفين كده اهو، ركب الخابور ده هنا، ركب ده هنا، فين الخابور القصير اهو، كان فيه خابور صغير خالص ده، فين مكانه؟ اعتقد ده مكانه هنا، ما خاب ظني ده مكانه هنا، هي كانت بالشكل ده السكينه. تمام، نبدا نركب مسمار السلاح، خلينا كده اهو، ادي مسمار السلاح زي ما انتم شايفين. طيب نجيب زيت، فين الزيت؟ احمر. طيب نبدا كده بردك ندي تزييت للسكينه من داخل اهو، قول بسم الله، نبدا نحط الصلب المعدني ده هنا، نحط فوقيه الورده الجلد كده بالشكل ده. طيب بالنسبه لنظام الباك لوك، فانت عندك ثلاث خوابير بلاستيك اهو، الثلاثه بنفس المقاس لكن فيهم قطع بطن، يعني هما مش جايين دائريين اهو، شوف مش جاي دائري، في قصه من هنا. طيب يعني ليه عدلة يركب عليها اهو بالشكل ده، ده في قصة من هنا، ليه عدلة يركب عليها بالشكل ده، ده في قصة من هنا، يعني ليه عدلة برضك يركب عليها، يعني مش عشوائي الموضوع، يعني مش هيركبوا معاك عشوائي عشان ما تجيش تتغاشم وتروح مكسر السكينة بتاعتك. طيب فين المكان اللي بات فيه؟ اهو بالشكل ده كده، احنا اهو ركبناه مكان. طيب كان في القطعه بتاعت الباك لوك ديت اهي بالشكل ده كده، تركب هنا، ودي اعتقد كانت كده، هنا نشوف على وعسى نرتبها صح، ايوه كانت كده اهو. نبدا بس ننزلها مكانها بالبنسة كده، اهي نزلت مكانها كده، الباك لوك اهو شغال كويس. نبدا نبيت النصل بتاعنا تاني، شوف كل الخطوات بسيطه اهو كده، النصل بات مكانه زي ما انت شايفه، السكينه بقت في مكانها وكل شيء مظبوط. طيب نيجي للجنب التاني، خلينا هنا كده اهو، ندي بردك شويه زيت من فوق، شوية زيت على البلاستيك مش هيأثر، ده كرما منا للسكين. ابدأ تحط الوردة النحاس، تدي بردك شوية زيت، تبدأ تحط الوردة اللي هي الفبر فوق النحاس، تمام؟ بعدين لا اعكس، شفت؟ اعكس اعكس دلوقتي، المفروض الجلد هو اللي يكون على النصل على طول. اهو نطلع الوردة النحاس دي من مكانها اهو بالشكل ده عشان نخسر حاجة، نحط الوردة الفبر كده، ندي شوية زيت وننزل بالوردة النحاس، ليه؟ الفبر هو اللي يكون على مجسم السكينة. شوف الخابور ده نط اهو، طب الخابور ده مكانه فين؟ الخابور ده مكانه في النص هنا بين السلاح وقطعة الباك لوك، نركبه. شوف الموضوع سهل جدا وبسيط اهو، كان بالشكل ده اهو كده ركب مكان،
نكرمها برضو بالزيت زي ما قلنا، ونيجي على النص التاني اهو برضك نبدأ كده زيته، لان في مسامير وفي اشياء تركب. نبدأ نحطه كده بالشكل ده اهو، قول بسم الله، نزله بالمظبوط، نزله بالمظبوط. فين الشاكوش بتاعنا؟ طبعا ده شاكوش خشب، شاكوش المهمات الصعبة، ده سلاح ثور للمكان عندنا هنا. تمام، نبدأ كده نرجع نقفل البادي كامل بتاع السكين كده، تقفل مكانه. طيب المسمار ده اديله دقة، رجعه مكانه، هات الدكر بتاعه ركبه اهو بالشكل ده، بالشكل ده نبدأ نركب كده. تمام، احنا كده قفلناه طبعا على الاخر، يعني شحطناه زي ما بيقول. طيب نبدا دلوقتي نقفل جسم السكينه. طبعا المسامير كلها قد بعض ما عدا ثلاث مسامير هتلاقيهم سود، ثلاث مسامير السود دول اللي هم بتوع المقبض، بقى معاك ست مسامير، ثلاثة يمين وثلاثة شمال عشان تركب السكينة بتاعتك. نبدأ نقول بسم الله كده. طيب احنا كده ركبنا السكينة، السكينة دي هنحاول دلوقتي نتعرف على اهم مشكلة فيها، ان السكينة دي بقت بص تقيلة، بقت تقيلة جدا يا جماعة، بص تقيلة جدا. ايه بقى الحل؟ المسمار ده، ده الميزان بتاعها. تبدأ ان انت تفك عليه شوية كده، شوف السكينة فتحت، الفتحة دي مش عاجباك، حاسس ان هي تقيلة؟ لا حلوة، تقيلة معاك شوية، فك عليه سنة، بالسنة اهو، مش تفك كده تخليه السلاح عايم. طبعا لازم نقفل تاني، شوف كده، طبعا كده السكينة مظبوطة، حتى اسمع الصوت، اسمع صوت الطرقعة، يعني السكينة كده تعتبر مظبوطة. طبعا من جوه مشيكين عليها مفيهاش حاجة، ده بقى ايه دي كده فرشة حلوة عشان نطلع كل اللي على الجسم بتاعها ده. حاليا بقى نبدأ ان احنا ندخل في مرحلة سن السكينة. طبعا بالنسبة لحد السكينة انا مش عاجبني بالمرة، لا الضربات اللي فيه ولا فتحة الحد اللي معمولة لها ولا طريقة سن السكينة، فاحنا هنبدأ نفتك لها حد من اول وجديد، وانا اللي هختار الزاوية اللي انا عاوزها. طبعا السكين المسن ده سن ورك شارب نسخة البرو الزوايا المحددة، لازم تخلي المسطرة زي ما انت شايف كده عدلة مع الحد اهو بالشكل ده كده، تثبت السكين على المسطرة اهو، وفي فيديوهات هتلاقوها على القناة شرح كامل للمسن ولطريقة استخدامه. طبعا هنبدأ ننزل الحد كده، انا هبدأ اتدرج عليه بكل الاحجار ابتداء من 220 وصولا لل 800 واختامه بالسيراميك والجلد. تمام،
لكن فتحة الحد انا هفاجئكم دلوقتي بالزاوية اللي انا هختارها له. طبعا هنجيب زي ما انتم شايفين كده اهو العداء، نفتحه نعمله اصفار. انا عاوز زاوية 18، هو على زاوية 18 اهو زي ما انتم شايفين كده. المقاس او الحساس جايب معايا ان الزاوية دي اهو، بص لو قعدت اخرب فيه تلعب كده، انا ظبطه على اهو زاوية 18 عشان افتح له حد مظبوط وحد يكون شارب جدا. فازاي هتيجي الطريقة ديت؟ هتبدأ زي ما انت كده رايح جاي لغاية ما تاكل شوية من الشفرة من هنا وتبدأ تميل، تبدأ ان انت تعلق الجزء ده وتفتح المسن، تلف السكين بتاعتك، تبدأ ترجع تشتغل على الوش التاني. طبعا انا هفتك الحد لكن اشرككم معايا في فترة السيراميك والجل. طبعا ده شكل الحد اهو بعد نص ساعة من الشغل عليه، بس عشان تبدأ ان انت تفتك له حد جديد زي ما انت شايف كده. طبعا انا اشتغلت عليه بال 220 وال 320 وال 400 وال 600 وال 800 الخمس درجات ورا بعض، لكن زي ما وعدتكم دلوقتي نبدأ ان احنا نشتغل عليه بالسيراميك، ومن بعد السيراميك هنبدأ ندخل على الجلد اللي هي تكون اخر مرحلة. طبعا السكينة من دلوقتي هي تعتبر شارب جدا، يعني مش مستحملة، لكن احنا بنبدأ نديها حد خرافي. فهنبدأ نخلص شغل بالسيراميك عليها ونبدأ ندخل طبعا على الجلد. طبعا دلوقتي انتهينا من السيراميك، نبدأ ندخل على اخر مرحلة وهي الجلد. طبعا الجلد زي ما انتم شايفين كده، نبدأ ان احنا بس نديله شوية كومباوند. نبدأ كده اهو نشرب الجلد كامل كومباوند يا جماعة، تمام. طبعا في حاجات معينة من ضمنها سن السكاكين، ما بحبش البس جلافز في ايدي عشان ايدي تكون حاسة بكل الموضوع اللي انا شغال فيه. طبعا نبدأ كده رجع على الوش الاولاني. طبعا زي احنا ما متفقين ان الجلد هو عكس اتجاه الشفرة، يعني ما ينفعش اخد الجلد لفوق هيتقطع، الجلد فقط لتحت كده واطلع ولتحت، يعني اهو كده واطلع او كده واطلع وانزل تاني كده 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 كده. تبدأ شغال بالطريقة دي، دي طريقة الشغل بالجلد، لانك لو طلعت عكس اتجاه الشفرة هتبدأ ان انت تقطع الجلد، مش هتسن السكينة طبعا، هيتقطع الجلد معاك، فانت بتمشي مع اتجاه الشفرة، مينفعش تمشي عكس اتجاه الشفرة، انك لو عكست الاتجاه هيبدأ ان هو زي ما احنا ما قلنا يقطع معاك الجلد، ديت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. يبدأ كده اهو واحدة واحدة اهو، نبدأ نرفع كده ننزل الناحية التانية برضو نديله تغذية كومباوند عشان يبدأ ان هو يكون بيلمع معانا. اديله واحدة حلوة كده اهو، تمام كده. طبعا هنختمها بنوع تاني هوريهولكوا دلوقتي هيعجبكوا ان شاء الله. نبدأ كده اهو واحدة واحدة شيل كده، طبعا رجع الكومباوند تاني على الشفرة، رجعه برضك شوية على المسن زي ما انتم شايفين كده.
نبدأ نشتغل بيه مرة تانية. كده يعتبر الشفرة بتاعتنا جاهزة. طبعا فوق كده خلاص كده نبدأ ان احنا نفرج عن السكينة بتاعتنا، نقول لها الحمد لله على السلامة. طلع كده السكينة، ديها مسحة حلوة من الكومباوند. طبعا الحد بتاع السكينة خلينا بس كده ايه، ديها تلميعة حلوة. ده حد السكينة اهو زي ما انتوا ما شايفين، واقف بالشكل ده اهو. شايف السن بتاع السكينة بعامل ازاي، شايف الحد من الناحية التانية اهو بقى بيلمع اهو. اديها بس اخر مسحة كاملة. طبعا ممكن حتة باراكورد زي ما انتم شايفين كده، ده الشكل النهائي للسكينة. عملنا لها صيانة داخلية، زبطناها شوية، ركبنا لها ميدالية الباراكورد البسيطة ديت، عدلنا الرجفة اللي كانت في النصل بتاع السكينة، وبقت الضربة اللي كانت على الحد زي ما انتم شايفين كده اختفت تماما، وبقى الحد زي ما انتم شايفين كده السكينة مراية، الحد بتاعها عاكس. اهو لو جينا حطيناها على علبة السجاير كده اهو شايف، سيبك برضك من السكينة نفسها اهو بالشكل ده. نجرب الحدة بتاعة السكينة، قول بسم الله. شايف السكينة، شايف القطع، شايف خلاص يعني هي مش محتاجة السكينة. انت شايف كده اهو طبعا بكل سهولة بكل سهولة. طبعا الورق اللي ما بيتقصش عدل ده نتيجة مسكتي انا، لكن الورق اهي اهي الورق اهي. استنى اهي اهي الورقة زي ما انتم شايفين ما شاء الله السكينة بقت تحفة. دي كانت السكينة اللي معانا النهاردة يا جماعة، ودي الصيانة السريعة اللي عملناها عليها. يعني ممكن خدت وقت شوية، لكن انت
شغال بمزاج، شغال على حاجة مش هتشتغل فيها كل يوم. يعني انت كل مثلا سنة ولا كل فترة كبيرة ما بتبدأ تفتح السكينة وتشتغل عليها. ده بقى إكرام السكينة، زي انت شايف كده اهو، انا فاتحها نص. ده طبعا زيت من شركة كرشة الأمريكية، طبعا شركة سكاكين معروفة جدا. تبدأ كده تروح مديها كام نقطة كده جوه من كرشة اهو، من الزيت الخاص بالسكاكين. تقفل كده ازازة الزيت اهو، تبدأ زي ما انت كده شايف اهو، تبدأ كده. شوف السكينة بقت زبدة معاك اهو. في نهاية مقطع النهاردة يا جماعة، متنسوش يا ريت اللي مش مشترك يشترك ويفعل جرس الإشعارات عشان يوصلوا كل جديد، وإخواتي وحبايب قلبي اللي مشتركين بالفعل ومفعلين جرس الإشعارات ما تنسوش تسيبوا الكومنت الجميل عشان نتفاعل معاه، واعملوا لايك على المقطع. أما بالنسبة لمسابقة الرشاش اللي ما بيفضاش، اللي كل يوم واحد في الشهر بنعمل سحب على فايز، فالسكينة اللي معانا الشهر ده يا جماعة هي سكينة من شركة أم شوكة. اللي هيفوز هيفوز بتمنها، نبعت له تمنها على أي دولة هو ساكن فيها. شروط المسابقة بسيطة جدا، فقط سيب أكبر عدد من الكومنتات على الفيديوهات الشهرية، وإحنا بنختار فيديو عشوائي بندخله على برنامج إلكتروني اللي بيطلع اسمه إن هو اللي فاز معانا، بنقول له مبروك عليك وبنبعت له تمن السكينة على أي دولة هو ساكن فيها. شوفوا شوكة على خير إن شاء الله في المقطع اللي جاي، والسلام.